السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو إجابة على سؤال طرحتوه الكثير منكم، اللي هو كيفاش نقدر نجمع 1000 مشترك 4000 ساعة في أقل مدة ممكنة. ففيديو اليوم غادي تعرف معنا على مجموعة من النصائح اللي غادي تعاونك باش تقاد لنا واحد القناة اللي غتكون إن شاء الله ناجحة. وهاد النصائح هادو غادي تقاسموها معنا مجموعة من أصحاب القنوات اللي مروا من نفس التجربة، فكانوا كيحاولوا أنهم يوصلوا لألف مشترك وربع ألف ساعة، وغادي نتعرفوا كذلك على الأخطاء اللي مروا بها باش حتى نتوما ما توقعوش فيها. الهدف ديال الفيديو اليوم هو أنك تعرف على أخطاء مروا بها أصحاب أو صاحبات القنوات اللي فاتوك، لا سوى في المدة ولا حتى في التجربة، وتفاداهم باش ما توقعش فيهم أو لا توقع في نفس الأخطاء اللي مروا بها، وحتى النصائح اللي غادي يشاركوها معكم باش تفيدكم سواء أنك يلا فتحتي القناة أو لا فتحتيها من قبل. فهاد النصائح هادو غادي ينفعوك باش انك تفعل القناة ديالك في اقرب وقت، او حتى الناس اللي فاتحين القنوات ومفعلين القنوات ديالهم ولكن دون جدوى، يعني ما عندهمش واحد النتيجة او لما لقاوش واحد النتيجة اللي مرضية. ما نطولش عليكم بزاف، هذا الفيديو هذا هو تعاون مع مجموعة من القنوات اللي غنخلي لكم الروابط ديال القنوات ديالهم باش تمشيو تعرفوا عليهم. تحت في صندوق الوصف غتلقاو هنا واحد الفلاش، غتكليكيو عليها غادي تلقاو صندوق الوصف، غتلقاو فيها الروابط ديال اصحاب هاد القنوات اللي غادي يشاركونا النصائح والاخطاء اللي مروا بها، وكذلك غادي تلقاوهم هنا او غتلقاو الاسم ديال القناه كل وحده هنايا في التحت، كيف ما طالع لكم الاسم ديال القناه ديالي بحال هكا. فنخليكم باش تشوفوا وتكتشفوا النص الاخطاء اللي وقعوا فيها والنصائح اللي غينصحوكم عفوا بها، وعاد رجعوا فيلا معايا نتعرفوا على هاد القنوات وكذلك النصائح اللي غادي نصحونا بهم، يعني غينصحونا كاملين بهم، ونتعرفوا كذلك على الاخطاء اللي مروا بها. فيلا معايا. السلام عليكم، معكم هاجر من قناة شيوات ابريل فلوغ. اليوم جيت باش نعطيكم الخطوات والاشياء اللي عملتها باش قدرت نكمل 1000 ابوني ونتعداها خلال فقط شهرين. بقاو مع الفيديو. بالنسبة لي انا هادي 8 شهور وانا فاتحة القناة ديالي. 6 شهور الاولى قدرت نحصل فقط على 400 ابوني، فبخلال شهرين قدرت اني نكمل 1000 ابوني ونتعداها، يعني في شهرين قدرت نحصل على بزاف ديال لي زابوني اللي ما قدرتش نحصل عليهم في هذيك 6 شهور. اذا شنو هما الحوايج اللي قدر انني نديرهم في فتره قصيره ونحصل على بزاف ديال لي زابوني؟ اول حاجه خصني ندوي عليها ان القناه ديالكم ما تكونش قناه فوضويه، خاص يكون عندها محتوى هدف، يعني اشياء اللي تركزوا عليها. مثلا تكون القناة ديالكم هي قناة تعليمية، مثلا قناة تخص الطبخ، المكياج، او قناة دروس اونلاين، بزاف ديال الحوايج، او لا او لا او لا، او لا مثلا قناة ترفيهية بحال لي فلوغ، سكيتشات، وبزاف ديال الحوايج عاوتاني اللي كيكونوا في خانة ديال القنوات الترفيهية. يعني خاصكم تشوفوا التوجه اللي تقدروا توجهوا فيها القناة ديالكم وما تبقاش فوضوية. واحد الحاجه اللي كنت كنعملها في هذيك 6 شهور اللي ما خلاتنيش انني نحصل على بزاف ديال لي زابوني هي انني كنت كنتوقف كنلوح فيديو اليوم وكنبقى حتى السيمانه الجايه وكنلوح فيديو، بعد المرات شهر كامل ما كنلوح فيه حتى شي فيديو، وهذا اللي خلى القناه ديالي حتى كتبدا شويه دير رجلين وكتطلع كتعاود تنزل لاسفل القعر. يعني خصكم تنتظموا على الفيديوهات ديالكم، يعني تخصوا لهم واحد الوقت وتخصوا لهم واحد الايام. مثلا انا غادي نلوح دائما المده ديال 3 ايام في السيمانه، اولا غادي نلوح نهار ونهار لا، اولا غادي نلوح يوميا، لكن خاص هذاك الترتيب ما تعملوا فيه حتى شي خلل، ودائما يكونوا عندكم فيديوهات احتياطيه، يعني في حاله الا مرضتوا اولا مليتوا او مابقاش عندكم الافكار دائما يكون عندكم فيديوهات اللي ديجا نتوما موجدينها باش تقدروا تلوحوهم في هذوك الايام اللي كان عندكم فيها بلوكاج. والحاجه الثالثه اللي لقيتها صراحه فعاله بزاف وكتعطي نتيجه جيده من الاول ديالها، يعني كل فيديو كتقدروا انكم تحصلوا عليه تحصلوا من خلاله على بزاف ديال لي زابوني، اللي هي خاصكم ضروري انكم تذكروا المشاهدين ديالكم باللي خاصهم يعملوا ابوني وخاصهم يعملوا تفعيل الجرس. كيف هذا الشيء؟
في الفيديو خاصكم تعملوا مثلا كيف ما كنقول انا ما تنسوش تنضموا العائله ديالنا او لا تاونا وتضغطوا على الزر بحال هذا مثلا وتعملوا واحد الرسم ديالو لي لايك عاوتاني لك راه مهمين بزاف. ما تنسوش تذكروا الناس بانهم يعملوا لايك في الفيديوهات ديالكم. ما تنسوش كذلك تفعلوا الجرس، يعني هادو اشياء اللي ضروريه يعني الانسان يقدر يدخل الفيديو ويعجبو الفيديو ديالك يعجبو المحتوى ديال القناه ديالك وما يعملش لك ابوني لانك انت ما ذكرتيش. بالنسبه لهاد القضيه هذه حاولوا انكم تقولوها بطرق مختلفه، يعني كل مره توضعوها بطريقه اللي تكون زوينه واللي تجذب للمشاهدين. باش تحصلوا على بزاف ديال لي زابوني خاصكم مشاهدات بزاف، يعني قد ما كثرت المشاهدات على لي فيديو ديالكم قد ما عدد لي زابوني ديالكم كيطلع. باش غادي تقدروا تزيدوا هاد المشاهدات كاين بزاف ديال الطرق، غادي نقول لكم وحده من هاد الطرق اللي بالنسبه لي انا فعاله بالنسبه لي انا، اللي هي الجروبات فيسبوك. اولا ضروري خاص يكون عندكم كونت فيسبوك كونت انستغرام، تقدروا تعملوا حتى كونت في تويتر، مهم خاصكم تخدموا بزاف على المواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه للفيسبوك ضروري خاصكم تكونوا داخلين الجروبات فيسبوك، لكن هاد الجروبات ماشي تدخلوا الجروبات اعتباطيا، مثلا الا كان عندكم مجال الطبخ فخاصكم تدخلوا الجروبات الخاصين بالطبخ لي فلوغ، الجروبات الخاصين بهاد لي فلوغ، او الجروبات الخاصين بالدروس اونلاين لهذا المستوى او لهذا المستوى. تقدروا تبارطاجيو تما كاينه لي فيديو ديالكم، الافكار ديالكم تما كاينه باش تقدروا تجذبوا مشاهدين اكثر اللي غادي يكونوا اوفياء ليكم وغادي يتابعوا معكم اكيد. وغادي نقول لكم واحد الفكره اللي انا صراحه ما عطاتش الاكل ديالها معايا وبالعكس كان لها واحد الضرر كبير. هاد الحاجه اللي هي دخلوا عند ناس عندهم قنوات مثلا بريفي سواء في لي كونت ديالهم فيسبوك او لا عندهم حتى في القنوات ديالهم تخلي لهم تعليق انا زرتك زورني او لا مثلا تقول لهم واش ممكن تبادل اشتراكات او لا، يقدر ديك الساعه يجاوبك ويقول لك اه، يقدر يعمل لك سكرين باللي راه تابونا معك، ولكن من بعد شكون اللي ضامن لك انه يقدر يخلي الابوني دياله كاينه وما يحيدهاش. فكاين بزاف كاين عاوتاني لي جروب اللي كيتفاعلوا مع بعضياتهم فقط باش انهم يتابوناو مع بعضياتهم ومن بعد يقدروا يحيدوا الابوني ديالهم. فهاد الحاجه ما كتعطيش الاكل ديالها بزاف وما كتقدرش تعرف شكون هذا اللي حيد الابوني ديالو. فمن الاحسن انكم تقلبوا على الجروبات واتساب اللي خاصين بالمشاهده الحقيقيه، يعني اللي تقدر تزيدك في السويع وتزيدك حتى في زابوني. هاد الجروبات الا كان شي جروب اللي خدام مزيان بحال واحد الجروب انا داخله ليه، الا كان هاد الجروب خدام مزيان الا زادكم لي زابوني وما تنقصوش وكان هناك زعما تفاعل مزيان فشدوا في هذاك الجروب وكملوا فيه. هذاك الجروب غادي يخليكم انكم تزادوا في المشاهدات وكذلك نتمنى انني نكون فدتكم في هذا الفيديو ونتمنى الحظ السعيد والموفق لكم كاملين ان شاء الله. السلام عليكم، معكم ليلى من قناه عالم ليلى للطبخ والوصفات. مهم بالنسبه ليا الوتيره اللي كتخلي الواحد يوصل الالف ابوني في وقت اللي هو قصير وفي مده اللي هي وجيزه، يعني كاين مجموعه من النقاط. اول حاجه هي المواظبه والاستمراريه في تنزيل الفيديوهات، يعني انشاء قناه بطبيعة الحال المحتوى ديالها يكون كيعجبك وتبغي تكمل فيه يعني وتبدع فيه. النقطه اللي هي جد مهمه قبل تنزيل الفيديو الاول في القناة خاص ضروري يكونوا عندكم مثلا فيديوهات ديال الطوارئ مثلا 5 او 10 الفيديوهات قبل تنزيل الفيديو الاول في القناة، يعني نهار كتكون باغي تصور وكتخرج لك شي حاجة هكا طارئة وكتمنعك من التصوير كتلقى ديجا عندك مجموعة من الفيديوهات مخزنة لهذا الغرض وبالتالي ما غاديش تضطر يعني توقف التصوير او توقف تنزيل ديال الفيديوهات. وضروري ضروري يعني تكونوا كتلوحوا بانتظام مثلا جوج المرات في السيمانه او ثلاثه المرات في السيمانه، يعني هكا على حسب استطاعتكم. نقطه ايضا جد مهمه اللي هي الفيديوهات ديالكم ماشي بالضروره يكونوا طوال، هما ماشي مشكل الا كانوا طوال انما غير ما يكونوش طوال يعني ومملين. مثلا الفيديو ديالك يكون فيه مثلا 10 دقائق وكيتشاف غير 3 دقائق لانه يعني ممل، فاليوتيوب هنايا كيلوح لك الفيديو ما كيتلونصاش ما كيطلعش لك الفيديو. والحاجه اللي خاصكم تردوا ليها البال وديروا معها بالكم مزيان اللي هي عدد ديال السوايع، يعني الساعات هما اهم
شيء وهما اللي كيكونوا صعاب يتجمعوا. اما بالنسبه لي زابوني فهما راه كيتجمعوا راسهم ان فوا كيكون عندك واحد المحتوى اللي هو زوين، محتوى نظيف وكتصور بجوده اللي هي مزيانه، وايضا يعني عندك اضاءه وكتهضر مزيان، فراه الناس غادي يشتركوا عندك وغادي تعجبهم القناه ديالك. فقط هادو هما النصائح اللي بغيت نعطيكم اليوم، وكنتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم. بالنسبه لتجربتي مع قناه شيوات الميمه، فاش فتحت القناه ديالي ما كانش القانون جديد ديال اليوتيوب، كان فقط خاصك تحقق الارباح في القناه ديالك. بديت كنطور راسي، كنحضر فيديوهات جداد بحال حلوه بدون فرن، صابلي، طريقه تنظيف الراس، المسمن، كاع هاد الفيديوهات هادو حققوا نسبه مشاهده كبيره ودخلت منهم ارباح. بالنسبه للفيديو ديال حلوه بدون فرن، كان اول فيديو على القناه ديالي كيحقق نسبه مشاهده كبيره، ندخل منه نسبه ارباح كبيره. بالنسبه المشاهده، حقق لي 1.5 مليون ديال نسبه المشاهده، والارباح حققت منه 480 دولار. بعد ذلك هبط واحد المده على القناه ديالي، مؤخرا رجعت كنلوح فيديو في النهار، وفي هذا العيد الفطر هذا لحت فيديو صابلي على شكل ورده، حتى هو شافوه الناس، حقق نسبه مشاهده 163 مشاهدة، وأرباح اللي حققت منه هي 26 دولار. فقط النصيحة اللي بغي ننصحكم أنكم دائما المثابرة، إنسان ما يئش، ودائما أفكار جديدة، دائما إنسان يحاول يصنع أفكار جديدة منه الراسو، ما يقلدش ناس أخرين، هو يصنع ذاته بنفسه. وشكرا لكم. معكم حنان من قناة شهيوات عابد فنا. المهم بالنسبة لي الوتيرة اللي كتخلي الواحد يوصل 1000 أبوني فوقت قصير ومدة وجيزة جدا، هي إنشاء قناة المحتوى ديالها يكون كيعجبك انتينا بالدرجة الأولى. كشخص فأنا المحتوى اللي عنقدم في القناة خصو يكون عاجبني، إذا كان المحتوى اللي عنقدم في القناة ديالي عاجبني فأكيد أنني غادي نبدع فيها ونعطي فيها كل ما هو جديد. وانا ولله الحمد القناه ديالي كتختص بكل ما هو جديد في عالم الطبخ والحلويات، واللي هو العشق ديالي منذ الطفوله، فالحمد لله كنلقى انني عندي ما نعطي. وكذلك خصك المواظب على الفيديوهات، هذه واحد الحاجه اساسيه، هي انني مثلا نواظب على الفيديوهات اللي كنحط في القناه ديالي. الا كنت كنحط كل اسبوع فنحط كل اسبوع جوج ديال الفيديوهات في الاسبوع، نحاول انني نبقى ماشيه بنفس الوتيره، على حسب، كنحط مره في 15 يوم نحط مره في 15 يوم. ولكن اليوتيوب كل ما كنتي كتنزل اكثر كل ما كيكون عندك استقطاب للناس اكثر. وانا والحمد لله في واحد المده اللي ما تعدتش شهر كنت جمعت 1000 ابوني ولله الحمد، وكملت الشرط الاول من الشروط ديال اليوتيوب. ونتمنوا من الله المحتوى ديالي ديال القناة يكون كينال إعجابكم، ونتلاقوا دائما في فيديوهات جديدة. السلام عليكم، كديرين، لاباس، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم رجاء أم وليد من قناة رجاء أم وليد. هاد القناة اللي صراحة كتحط شيوات صحيين، شيوات مفيدين، ووصفات اللي كيكونوا صراحة للتجميل للصحة، ناجحين. قناة مفتوحة في 2017 للأسف، ما كان عندي ظروف وكنت توقفت على التصوير الفيديوهات. وانا كنصح اي واحد يفتح قناة انه يعتمد على المحتوى، يختار المحتوى تاع القناة ويفكر فيه مزيان وحطه، ماشي يريح القناة على هكاك، او لا ويكون حتى مستعد لها، تاني يكون انه مستعد لها وخصص لها واحد الوقت، ماشي يصور ويتسنى تدوز تاني شهرين وصور تاني ما مزيانش. هذا هو الخطأ اللي انا درته، اللي كنت دايره، لان القناة ديالي مفتوحة في 2017، ولكن كنت كنصور كنلوح فيديو في الشهر، جوج فيديوهات في الشهر، يعني قليل هذاك الشيء. القناة ديالتي ما تفعلاتش، واخا عندي المشتركين ولكن ما تفعلاتش.
كنتمنى ان القناه ديالي هذا العام ان شاء الله تفعل كما 4000 ساعه وان شاء الله باش نتشجع. هادشي غادي يشجعني وغادي يفرحني اني غنزيد القدام وغادي نبدا ان شاء الله في الفيديوهات ديالي. ان شاء الله ينجحوا لكم القنوات ديالكم وفكروا في الاستمراريه. يعني لحطيتوا الفيديو هاد النهار ديروا نهار وحطوا فيديو باش هكا القناه ديالكم تكبر. وهذا ما كان، كنتمنى انكم تشتركوا عندي وتشجعوني باش نكمل 4000 ساعة. غنكون فرحانة بزاف وان شاء الله غدا ما نديرش الخطأ اللي درت في 2017، غدا ان شاء الله تكون نتحسن ونكون احسن ان شاء الله. وشكرا، السلام عليكم. انا رجعت لكم عاوتاني من بعد كيف ما شفتوا، يعني شاركوا معنا الاخطاء اللي وقعوا فيها باش حتى نتوما. اول حاجه اللي نقدر انني نوصيكم عليها ان المحتوى يكون محتوى جيد. ثاني حاجه اللي نقدر نقول لكم هو المداومه، وهذه اهم حاجه انكم حتى هي يعني كتبقى الثانيه ولكن حتى هي مهمه اللي هي المداومه. كتشوف شنو قديتي، يعني مثلا قديتي الى جوج الفيديوهات في السيمانه كتبقى مداوم على نفس على نفس يعني السيستم. جوج الفيديوهات في السيمانه، جوج الفيديوهات في السيمانه، تمشي على هاد دائما ودائما يبقى عندك واحد الفيديوهات اللي سكور كيف ما كنقولوا، يعني في الاحتياط. واحد السيمانه ما كانش عندك المورال كيف ما قالت الاخت هاجر من قناه شيوات ابريل، يعني واحد الوقت يكون عندك المورال طايح اولا مرتي الله يستر اولا يعني جاتك واحد صافيره هكا وتفويجه خرجتيها فما تبقاش بالك مع القناه وما تهملهاش في نفس الوقت. كيبقى عندك هكا واحد السكور ديال الفيديوهات، من الاحسن انك ما تبدا حتى تجمع واحد المجموعه من الفيديوهات وتقادهم في المونتاج وكل شيء باش هكا يبقى عندك واحد الاحتياط من الفيديوهات اللي غتحتاجهم. غتحتاجهم، كوني على يقين انك غتحتاجيهم غتحتاجيهم، حيت ما كتعرفش شنو الزمان والوقت والزمان. هذا واحد الوقت كيجيو عندك الضياف، كتقدر انك تخرج على غفله، يعني عيط عليك شي حد على غفله، المورال ما كاينش. يعني ضروري ضروري اهم حاجه هي المداومه، وهذه اللي بزاف كيطيحوا فيها هو انهم كيقدروش انهم يداوموا على الحاجه. ومنهم انا كندير جوج فيديو في يومين وكنعاود عاوتاني كنغيب، واخا كيكون عندي فيديوهات احتياط ولكن ديال ان ديك الكانه ديال انني نوض نحطهم في اليوتيوب في القناه زعما، يعني ننشرهم في القناه ما كيكون ما كتكونش الكانه سبحان الله. فهاد النقطه هذه كنحاول انني نمشي عليها هكا باش ما نطيحش، باش نبقى هذا يعني في صعود. فانا اللي قدامكم حتى انا وقعت في نفس المشكل وغبت على القناه مده 5 اشهر اللي كان صراحه كانت في ديك الوقيته كنت زدت شويه كان غيتحيد ليا لاتسن وكنت غنعاود من الزيرو. هادشي علاش فانا بغيت انني نعمل لكم هذا الفيديو ونوصل لكم النصائح اللي صراحه اللي مهمه 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 بزاف. لا سواء كنتي يلا بديتي القناه ديالك اولا بادي القناه ديالك اولا بادي القناه ديالك ولكن مازال يعني في مازال مضر، نقدر نقولوا انا مازال مضر اولا مضره يعني هكا مشوشه وما عارفاش يعني الطريق اللي غادي تمشي فيها. هادو جوج الحوايج اللي اهم اللي مهمين وخاصك ضروري ضروري ديرهم قدام عينيك. زائد ان تكون كيف ما قلت لكم في الاول المحتوى والموضوع يعني ميكون زوين وما يكونش تقليد بمره. تقليد راه ما عمره ما كيعطي نتيجه، خاصك دير البصمه ديالك بالمحتوى اللي غتفرض به وجود ديالك في الساحه اولا في الساحه يعني ديال اليوتيوب. هذا ما كان، فما نبغيش نطول عليكم بزاف هذا الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وما تنساوش تلايكيو الفيديو وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تزوروا القناه او لا اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي، فاشتركوا في القناه باش يوصلك كل جديد. الا كان عندكم مازال الاسئله اللي تبغيو طرحوها ليا طرحوها ليا لتحت في التعاليق. كذلك غادي نخلي لكم هنا الانستغرام ديالي. هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم ونتمنى انني نكون فدتكم
وهاد المجموعه من القنوات اللي شاركوا معايا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انهم يكونوا فادوكم واستفدتوا من الاخطاء اللي وقعوا فيها باش ما توقعوش فيها نتوما معايا وتفادوها. واخيرا كنبغي نقول لكم شكرا على التتبع ديالكم وعلى الدعوات ديالكم وعلى الكلمات الزوينه اللي كتقولوها في حقي. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش الا كان عندكم اي استفسار اي سؤال خليه لي في التعليق اولا في الكونت ديالي انستغرام. وكنقول لكم سلامه، تلقاو حلقه مجايه ان شاء الله.